لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي شريف عارف. بعد تحية أستاذ شريف، أيام تفصلنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو التي غيرت وجه مصر، وبعد الثورة عاكفت الدولة على تدعيم ركائز الدولة وتثبيت أركانها من سلطة تشريعية وقضائية وأيضا تنفيذية. في رأيك كيف ترى تلك الخطوات وانعكاسها على الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهديك. اولا اذا جاز لنا ان نعدل المصطلح لكي يكون تحديات امام الدوله المصريه بعد ثوره 30 يونيو المجيده. كانت هناك تحديات رئيسيه، التحدي الرئيسي هو استعاده الدوله مره اخرى، بمعنى اننا لا دوله. بعد 30 يونيو اصبحنا في مرحله الدوله المؤسسيه السياسيه المتعارف عليها، لاننا قبل هذا التاريخ كنا مقبلون على خطر قد يودي لا قدر الله للدوله نفسها. صحيح. ولذلك كان الهدف ان نحافظ على الهويه المصريه التي للاسف فقدت او يعني تاثرت بشكل كبير في العام الأسود الذي حكم فيه الإخوان مصر، وتصاعد وتنامي الكراهية والتفكيك المسيج الوطني. وبالتالي كانت هناك تحديات رئيسية أمام الدولة انعكست في عدة خطوات رئيسية في شكل خطة متكاملة. الدرجة الأولى تطهير الدولة من الإرهاب، وأعتقد أن ذلك استغرق سنوات يعني ليست بقليلة، قدمت فيها الدولة المصرية كل ما تملك من أرواح الشهداء ومن الأموال ومن التسليح في سبيل أن يستعيد الشعب المصري وأن تستعيد الدولة المصرية فكرة الأمن وحرارة الإرهاب. وبالتالي كانت هناك استحقاقات اخرى سياسيه ودستوريه يعني اعتقد انها كانت مهمه تحدث فيها، واعتقد ذلك هو دستور عام 2014 الذي استعاد يعني هيبه مصر، وقدمت لجنة الخمسين التي شكلت من مختلف الأطياف المصرية كل ما تملك في سبيل صدور هذا الدستور بعد الدستور الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية. صحيح. أستاذ شريف، اسمح لي، يمكن بعد الثورات عادة يعني تعاني الدول لسنوات وسنوات حتى تستطيع أن تستعيد رونقها مرة أخرى، لكن مصر استطاعت الحقيقة بعد سنوات قليلة، يعني بسبب طبعا قيادتها السياسية ورساخة مؤسساتها، أن تستعيد قوتها وقيمتها ليس فقط على المستوى الإقليمي لكن أيضا على المستوى العالمي. بما تفسر هذا؟ اسمحي لي ان الفعل الثوري لا يمكن تقييمه في سنوات طويله، عفوا في سنوات قصيره، ولكن الفعل الثوري عموما يحتاج الى بناء. واعتقد ان الفتره الماضيه كانت هناك لبنه رئيسيه لاستعاده الدوله بهيبتها وقواتها ومؤسساتها، تمثلت في مجلس النواب عام 2015 وثم الانتخابات الرئاسية عام 2014 ثم الانتخابات الرئاسية التالية، دعم فكرة السلطة القضائية وأن الكلمة العليا للقضاء في مصر، بعد أن للأسف اهتز هذا المبدأ طوال عام حكم الإخوان، وللأسف قوبل بنوع من التهميش ونوع من التقليل مما ادى الى احتقان المجتمع. وبالتالي نحن امام خطه متكامله قدمتها الدوله المصريه لتناسب عمليه التنميه المستدامه 2030. وبالتالي الدوله تسير وفقا لاهداف محدده ومعتمده من قبل،
وعليه فإن آثار 30 يونيو لن تكون في خلال سنوات قليلة، ولكن 30 يونيو أو الجمهورية الجديدة هي امتداد لهذه الثورة. وأيضا كل ما سيحدث في الفترة المقبلة هو امتداد للفعل الثوري في 30 يونيو 2003. صحيح. جزيل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي أستاذ شريف عارف، كل عام حضرتك بخير وكل الشعب المصري بألف خير.